وفي ظل ما نمر به من وضع وبائي مستقر، فإن عودة الحياة لطبيعتها في المملكة رافقها عودة لمختلف المهرجان أو المهرجانات والفعاليات. كاميرا رؤيا التقت عدد من المواطنين في مختلف المحافظات، إذ عبروا عن امتعاضهم مما أسموه بغياب العدالة في تطبيق الإجراءات على مخالفي إجراءات مواجهة كورونا. والله بالنسبة لمهرجان جرش إنه موعده مش بوقته، ولا في تباعد ولا يحزنون، وهذا إشي بيأثر على المجتمع. أول شيء إقامة مهرجان جرش الآن بالوقت الحالي اللي تمر فيه العالم كله بشكل عام والأردن بشكل خاص بظل جائحة كورونا خطأ جدا جدا جدا. وبالنسبة لموضوع التباعد والكمامات، لا في تباعد ولا في كمامات. ومهرجان جرش راح يكون زي ما بقولوا فري، لا في كمامات ولا ملتزمين بالتباعد. وإحنا هنا ماشيين في الشارع، إذا بلاقونا واحد ليش مش لابس الكمامة وطبقوا علينا. أنا مع تشجيع السياحة، بس يعني الآن مش وقته. بعدين شو نسبة الجمهور فيه؟ هل هي 30%؟ هي كذا؟ في أمور أولى. يعني أنا شفته على الفيسبوك مقتض. فعلا في فوضى، أحمل المسؤولية الكاملة للحكومة والوزير الثقافة والجميع المسؤولين. شفته على التلفزيون امبارح، بالنسبة للمدرج الناس فوق بعض، يعني فيش تباعد ولا فيش. المهرجان كفكرة حلوة، بس إنه بالوقت الحالي ما بعرف، ما بأيده 100%، لأنه لا قد ما تعمل إلا يكون في اكتظاظ. بالنسبة لمهرجان جرش بالوقت الحالي مع أزمة كورونا واللي نحن عم نشوفه بالأردن مش مناسب. يعني أغلب الناس ما رح تلتزم بالتباعد، فهو فرصة إنه انتشار الوباء بصراحة. ما بأيد يعني، لأنه أنتوا يعني قاعدين بتوقفوا الجامعات، توقفوا المدارس وهاي الشغلات، قاعدين تعملوا حفلات يعني وعادي يصير فيها اختلاط. يا القانون بيمشي على الجميع، يا إما القانون يرفع عن الجميع.